مساكم الله بالخير والنور سرور، عساكم على الصحة والعافية، اللهم آمين. وياكم أخوكم سعيد جلفار، واليوم نتكلم عن عمر جبران الغامدي. عمر جبران عنده قناة في اليوتيوب ينزل فيها أمور تحفيزية، أمور إيجابية، أشياء جدا حلوة للشخص أن يتعلمها ويمارسها في حياته اليومية. وكان لما في كان خلال هذا الإطار فقط كان زي الفل، لكن حب الأخ أنه شوية يستظرف ويراوينا خفة دمه في أنه يتدخل في أمور تمس الدين. في بارت عنده هو يخليني أنا أقول لك أنه يعترض على الإسلام، لأن في شيء بعدين بعد بيوسع هذه الدائرة الإسلام وغيره، بينطرح إن شاء الله في الفيديو اللي بعلق عليه. حب عمر أنه يطرح موضوع أنه هل الجن موجودين أو لا، هل السحر موجود أو لا، ويقول يا أنه تجيب لي دليل علمي ممسوس بأن هذا الشيء موجود أو أنا أنكره. طبعا في شيء لازم أنبه عليه، عمر سمارت ماوث، يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يلعب بالكلام. أنا مش من واجبي أن أرد عليه من ناحية دينية أو إسلامية أو شرعية، مش بهالمستوى، أنا إنسان لي مالي. لكن لما وصل هو أنه يستعمل البلاغة في الكلام والنباهة والذكاء في استعمال الكلمات أمام محاورين للأسف كانوا على قولة أهلنا في مصر كانوا ممكن يزنقونه، ولكن ما أخذوا الأسئلة المناسبة تجاه شخص هذا سمارت ماوث. فاليوم إن شاء الله بتكون في شرشحة على قولته منطقية، يا أنك تقول لي هل أنت معانا ولا لا. يعني أنت لو قلت لي بعد هذا الفيديو أو إذا شفت هذا الفيديو، حتى إذا ما شفت هذا الفيديو، لكن الفكرة هي أنك إذا أنت قلت لي يا سعيد أنا ما لي دخل في الإسلام، أحترمك، هذا رأيك، هذا رأيك، هذا معتقدك، أنت تحاسب علي، أنا ما لي دخل. لكن لا تقول لي أنا مسلم وأؤمن بالقرآن وأؤمن بالله سبحانه وأؤمن بالنبي وما أنزل النبي وما أنزل على النبي، وتي بعدها تقول لي بس هالأشياء في الدين عندك غلط، مش على كيفك. هو باكج واحد، يا تستوي مسلم يا لا، أنت حر في اختيار أي شيء عيبك واتخاذ أي منهج ولا أي فكر ولا أي اعتقاد، ما حد له دخل فيك، في النهاية أنت من ستحاسب عليه. مشيت صح واخترت صح بتحصل زي، مشيت غلط واخترت غلط بتحصل شيء، ما حد غيرك سيحاسب، فبالتالي هاي حريتك الكاملة. لكن ما أقدر أنا أي مثلا أقول أنا هندوسي وسيلة، ما أعرف أي واحد من الديانات اللي تعبد البقر، يقول أنا هندوسي ولكن أنا أرفض أن أعبد البقر، ما أتي يعني يا هذا ما تمكسهم مع بعض. فبني خلال الفيديو اللي بينطرح اليوم في أشياء للأسف كنت أتمنى المذيع اللي كان مقابل عمر في موضوع السحر والجن وكانوا جايبين راقي شرعي يناظره، ولكن بعد مرة للأسف ما سأل الأسئلة الصحيحة اللي كانت سوف تلجمه. خلي نشوف والتعليق بيكون بكل سكتش وسكتش. في هذا الفيديو الاستثنائي الخرافي اللي بنتكلم فيه عن تحضير الجن وبنقرأ من شمس المعارف وبنتحدى السحرة. بالمناسبة شمس المعارف من أخطر كتب السحر، مملوءة بالطلاسم ويحرم قراءته لأنه كلها شركيات وكفريات. هذا الفيديو الاستثنائي اللي بيثبت هل السحر فعلا موجود أو أنه مجرد خزعبلات. ويت بعدنا ترى أنا مطولين في هالنظام، تقولي أن هذا الفيديو اللي أنت بتسويه هو اللي راح يثبت أن هل السحر موجود أو لا. طيب وآيات السحر المملوءة في القرآن، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم سحر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سحر، أين السحر موجود؟ مش أنت اللي الحين بتبي تقول هي ولا لا وبطريقة علمية، ما تمشي. ما بنتكلم عن الدين، ما في شيء اسمه أن أنا بشوف موضوع السحر والجن بدون ما أتطرق إلى الدين. إحنا ما عرفنا عن السحر ولا الجن إلا عن طريق قراءتنا للقرآن الكريم اللي هو أساس الدين، ما تمشي تراها. هذا الفيديو فيديو علمي وما له أي علاقة لا بالديانات السماوية ولا من الديانات القديمة، ونحن لا ننكر أي نوع من أي واحد كتب على أي ورقة أي شيء من يوم ما خلق الكون. شوفوا هالجملة خلنا نقول عبارة عن بوينت يبغي يحطها حق عمره، بأنه شوفوا أنا قلت إن ما بتكلم عن الدين، مع أنه كلام فاضي اللي ياس يقوله، مجرد أنه أمام الرأي العام يقول لك ترى أنا عادي صلاح ما تكلمت عن الدين. لا يا حبيبي ما تمشي، ما بتمشي. هذا كله نحن ما كملنا 39 ثانية من الفيديو. تقول لي أنت يعني والله ما بخلص ياك، تقول لي أنت أنه والله من العلوم أصلاً يكون أن الواحد يكون عنده تفكير منطقي. يا عزيزي لو كان الدين بالعقل أو كان الدين بالمنطق لكان مسح الخفي من تحت مش من فوق.
ما في شيء اسمه منطق في الدين، في عندك واحد باثنين، بتمشي بالمنطق هاي يسمونها علمانية، بتمشي بالدين حتى يسمونها إسلام. شوف سكتك. وبنوصل بنوصل اصبروا بس. مشينا مكة، ساير مكة. أنا طبعا أول ما فتحت هذا الفيديو اللي بطالع، أنا طبعا مقطعنا، ما حد يقول لي حاط اللي تبغى، أنا مقطعنا فيديو طويل. من قال ساير مكة صراحة استغربت، يعني مش عارف شو يخص الجن والسحر في إنك ساير مكة. لكن شوف السفالة اللي بيسويها. اصبروا بس. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. طبعا اللي حاط صورته من أكبر علماء الملحدين، زين. وعندي طبعا خرافة شيء اسمه إله، شيء اسمه آخرة، جنة، هذا الكلام مش موجود. وهم مبين جدا على انسجام معه في الكلام. ما حد يتكلم، ما حد يعلق، ما حد يقول لي شيء، لما يتابع لآخر الفيديو بعده مطول. الميقات، الحرام، ومكة. شي خصة في الجن والسحر. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. زين حبة حبة معي، الله يخليكم اصبروا علي شوي. اعتمر خلص بيحلق شعره، خذوا الحين شو بيسوي. الحين صار معنا شعر. شعر؟ ليش؟ اقصد صار ما معي شعر، لكن صار معنا شعر للتجربة. معنا شعر الحين. تخيلوا ان الاخ ساير لين الميقات وبغتسل ولابس حرامه وساير لين مكة، وصل لين الحرم، طاف حول الكعبة، خلص عمرته عشان يحلق شعره، عشان يحاول يسوي بشعره هذا سحر. يعني أنا بأفهم، هل صارت الشعائر الدينية العمرة وهي من أجمل الشعائر الدينية مهزل لهالدرجة عشان تصور فيديو تقول والله أنا بس أعتمر وبعدين بستعمل الشعر اللي لازم أحلقه عقب ما أعتمر عشان أسوي فيه سحر؟ هذه وطاوة، والله العظيم وطاوة واستهزاء، استهزاء بالدين. يعني أنت أبا أفهم، لو جيت حلقت شعرك واستهبلت استهبالك اللي تبي تسويها، كل اللي بعدني مطولين مطولوا وياك، والله العظيم مطولوا وياك، لكن ساير لين الكعبة، يعني لهالدرجة الموضوع عادي عندك؟ ما تشوف على الأقل لو 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 ما عندك إيمان بهذا الدين أو بالمكان اللي رايح له أو بالكعبة نفسها، احترم على الأقل عقول الناس والمتابعين اللي بيشوفون هذا الفيديو، احترم شوية تربية بس شوي. لو في أي مكان بيطلع فيه جن المفروض أنهم يطلعون هنا. وأنا عمر، هذه الطلاسم أنا ماخذها بالكربون من كتاب شمس المعارف. قدامنا كل الطلاسم حقتنا، طلاسم شكلها كويسة جدا. خلونا نقرأ المعوذات حقتهم، خلونا نشوف لو أحد بيطلع. طبعا الطلاسم اللي قراها انا مقطعنها مخلينها كامله في حال لا سمح الله حد من اللي يشوفون الفيديو في شيء. والله شو جميل. اعلم وقفتي اهلنا يا عشره ولمنهم السماء وبروجا، تبارك الذي بروجا بالايه. من الجن العبيط اللي كان بيطلع في الوادي اصلا؟ لا، هي سووا معاه مقابله قلت لكم عنها. مقابله هاي يا بولا فيها راقي شرعي مختص بالسحر والرقية الشرعية والجن والاستلباس ولا غير من هذه الأمور. للأسف يعني تم الجامة وتسكيته وتحجيره حتى خلينا نقول دينيا، لكن في أسئلة لو نسألها على تعليقاته وكلامه كان راح ينحشر. صح، لو ينسأل أسئلة معينة وبحسب لكم إياها من عقب ما يبدأ، عقب ما أبدأ الحين بعد مرة بحسب لكم الأسئلة، لو ينسألها أمام الناس أمام الرأي العام بحيث أنه ما يقدر يفلت أو يتهرب ويقول ما برد لآخرته كان بينحشر. هو ذكي ما أختلف، يعرف يتكلم ما أختلف، عنده بلاغة ما أختلف، ولكن عنده سوء فكر، عنده نقص مخ. خلينا نتابع بحسب لكم الأسئلة. وش كان الدافع وراء تجربتك للسحر؟ أنا قاعد أقول أن ما فيه على وجه الكرة الأرضية شخص ممكن انه يتكلم مع مخلوقات مخفيه ويأثر في العالم اللي حولنا. زي هو قال ما في سحر، انا بعطيكم القران ايش يقول عن السحر مره واحده، شي بعطيكم باكج زين.
وبعدها حسب أرد عليه، بس إنه أثبت إن القرآن تكلم عن السحر بشكل واضح، وأن هنالك سحر وهنالك سحرة وهنالك مسحورين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يأتوك بكل سحار عليم، وألق ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي أن أثبتنا وجود السحر ووجود الجن بالقرآن الكريم. خذوا الجديد. أنا أنفي إن فيه أي كائن بشري أيوة. يتكلم مع مخلوقات لا نراها ويأثر على العالم فيزيائيا. مرة منتبع الكلمات حقتي عشان تعرف بالضبط أنا فين أقع. جيد مناسب. السحر وقع على نبيين كريمين، على رسولنا عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك صحيح السنة، وعلى موسى كما ذكر ذلك القرآن. هل عندك دليل من الألف سنة الماضية خلنا نقول على ما هو؟ على السحر إن فيه عفوا على التعريف تبعي اللي قبل شوي. أي تعريف؟ إنه شخص أو كائن بشري يتصل مع مخلوقات مخفية ويأثر فيزيائيا على العالم. السؤال الأول، أنت تقولي هل في دليل خلال 1000 سنة الماضية أن في سحر؟ طيب أنا أقول لك دليل من أكثر عن 1400 سنة اللي هو القرآن، أنه يقول لك أنه في سحر. فعندي سؤال، هل أنت ما تصدق بالقرآن، أو هل أنت ما تصدق بالأشياء التي تذكر في القرآن، أو هل أنت ما تصدق بالقرآن نفسه؟ فإذا ما تصدق ولو ذرة ولو حرف من القرآن فأنت سكة ثانية مش سكتنا. رقم واحد، هل أنت تؤمن بالقرآن الكريم وما أنزل فيه؟ فإذا كان جوابك نعم فأنت تعرف أن الجن والسحر موجودين، وإذا لا سكة ثانية. الله يبارك فيك، إذا أنت ما اطلعت. لا اطلعنا وشفنا. خلنا نجاوبك الآن. طيب إذا أنت ما اطلعت. طبعا لاحظوا في الفيديو الحركات الاستفزازيه اللي هو ياس يسويها، يعني يلسى هذه على جنب، حطت ريل على ريل امام شخص اكبر عن ابوك في مقابله تلفزيونيه عامه. هذا ما دليل على واحد من اثنين، يا اما انت ما تفقه في ادب الجلوس وادب الحوار، يا هذه نرجسيه وان انت تشوف نفسك افضل عن الباقين. واتوقع الثانيه، يعني على نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا مو بشيء يا سيدي، شو القرآن والسنة مو بشيء؟ شو يا حبيبي بابا، يا القرآن والسنة شيء وانت مسلم، يا لك سكة ثانية. يقول سكتك ثانية احترمك، هذا رأيك، لكن لا تقول لي انا مسلم ولكن السنة والقرآن ولا شيء بالنسبة لي، ما تمشي. القرآن اصدق مني ومنك. ماشي يا سيدي. الله عز وجل يقول لموسى يخيل اليه من سحرهم انها تسع. طيب ما الذي أثر على موسى؟ ماشي. أليس تلك الشياطين طيب التي لبست وخيلت على موسى؟ أنا قاعد أسألك عن دليل واقعي حقيقي علمي ممكن أن نشوفه، ممكن أن نختبره. كرامات. أنت تقول لي يعني لازم تعطيني دليل واقعي علمي نقدر نختبره، فعندي السؤال لك، هل عندك دليل علمي واقعي تقدر تختبره عن وجود الله سبحانه وتعالى؟ هل عندك دليل علمي واقعي تقدر تقول فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اخر المرسلين؟ هل عندك دليل واقعي حسي تقدر تختبره تقول على الاقل ان في عذاب قبر، على الاقل ان في جنه ونار؟ هل عندك دليل واقعي تقدر تختبره على هذا الموضوع؟ فاما انك تؤمن اقامه منك وجود هذا الشيء، قلنا السكه الاولانيه اصل هذه يسمونها يا جماعه العلمانيه. بعد ما خلصنا انت عندك مشكله الان في مسألة ثبات السحر؟ نعم. إيش المشكلة؟ المشكلة أني ما أعتقد أنه موجود. ما تعتقد، رأيك غير مهم إلا إذا كنت أنت تقول أنا مش مسلم فلهذا ما أعتقد بوجود السحر. ما تقدر تجمع لي أنا مسلم وأنا ما أعتقد بوجود السحر. ما تقدر تجمع لي أنا مسلم وأنا أقول مش لازم نصلي 5 صلوات. ما تقدر تجمع لي هذه أمور أقر بها القرآن الكريم. رأيك مش مهم فيها إلا في حالة واحدة، إذا أنت مش مسلم وحاب تنتقد الإسلام هذا شيء ثاني، أنت حر، اختيارك أنت محاسب عليه، ما حد يدخل فيك. لكن لا تقول والله أنا في البداية بداية الفيديو أنا ما بتكلم عن الدين ولا شيء، ولكن بتكلم عن الأمور بمنظور علمي.
هذه هي العلمانية يا عزيزي، واللي هي تعطيني دليل واقعي أقدر أختبره أو أنا ما أصدق بالكلام، فأنت بالتالي ما تصدق بأي شيء في الديانات. بعدنا ما خلصنا. هذه مسألة خطيرة. أنت تنفي أن السحر موجود عشان مذكور في القرآن يعني، وفي قصص عن السحر عشان شو اللي مذكور في القرآن ومستهزئ وياي ومتجدم؟ هاي الطريقة هجومية تراها، يعني شو تقول لي إن في القرآن حسب إن في القرآن موجود معناته صدق موجود؟ هذا كلامك، هذا تلخيص للحركة اللي هو سواها، إن تقول لي أنت دام إن في القرآن موجود معناته صدق؟ هذا كلامه. بعدنا ما خلصنا. نعم هذه أنا متفق معك فيها. أنت تقول إنه السحر غير موجود. السحر إذا كانت تجربتك اللي طبقتها أنت طبقتها بطريقة خاطئة، احترامي لك وتقديري لك. نعم. أولاً ليس هكذا يتم السحر. أولاً. مع احترامي لك. طريقة ممكن إنك تسوي فيها السحر لأن كلام فاضي. لحظة ذلي يا أستاذ عمر. قبل ما يكمل الشيخ أنا بقولكم ليش هو لما سووا تجربة وقرأ الطلاسم ما نجحت مع الحركة عشان تكون ساحر. ليش يقول لك الساحر كافر؟ هذا حكم في الإسلام، مش لأنه استعمل الجن. يعني في ناس يشركون بالله، يقال عنهم مشرك، يعني يؤمن بالله ولكن في عنده رب ثاني، هذا مشرك. لكن الساحر كافر لأن لا يمكن أن يصير كافر أو يصير ساحر إلا إذا تم عبادة الشيطان، تم تدنيس المصحف، تم سب الذات الإلهية، تم عمل كل أنواع القاذورات والكفريات ممكن يسويها أي شخص عشان يتقرب للشيطان. فبالتالي على كل الأعمال هذه اللي عشان يكون فيها ساحر وينجح معها السحر لازم يكون كافر بالله 120%. فعندي السؤال لك الحين، أنت تقولي طبقت التجربة ولكن ما نجحت. طيب السؤال، إذا أنت ما مشيت على خطوات السحر بشكل كامل عشان تكون ساحر وكفرت بالله ودنست المصحف ولا أخرته، إذا أنت ما سويت هالأشياء فبالتالي أكيد ما راح تنجح معك التجربة. لكن السؤال الثاني، هل سويت هالأشياء؟ بس السؤال هوني، السؤال الثاني، هل أنت تم تدنيس المصحف من قبلك وعبدت الشيطان وسجدت للشيطان وكفرت بالله؟ إذا أنت ما سويت هالأشياء فبالتالي ما راح ينجح السحر. فأنت يا أنك طبقت الطريقة غلط ويا تتفلسف قدام الناس، أو أنك تقدر تقول لا أنا سويت الكفريات كاملة من كل قذارة تكلمت عنها بعد ما نجحت التجربة. فعندك واحد من اثنين، يا يعني أنك ما سويتها صح بالتالي ما نجحت، يا يعني أنك سويتها كاملة وتحداك تقولها أنا سويت كل شيء وبعد ما نجحت. أنت الآن لو أسألك بس فقط سؤال، تعريف السحر، أقسام السحر، أنواع السحر، كيف يتم السحر، وش الفرق بين السحر طيب. والكهانة والعرافة والشعوذة، الأمور هذه أنت ما تعرف. طيب بشيخ علي عشان. على فكرة السحرة والشياطين طاروا بذا المقطع فرحوا به والله. إيه نعم. قل لي ليش، قل لي أنا أقول لك ليش. قل لي ليش. شوف الأسلوب المستفز الاستهزائي يا رجل، مهما كان الشخص اللي قدامك أنت مختصم معاه في الفكر، معترضين على بعض في المنطق، هذا شيء. وأنك شخص يعني بعمر أبوك تتكلم معاه بهالطريقة وبهالوقاحة، أنا آسف يعني الماس أغلط في الكلام، أنا ماسك نفسي لأبعد درجة عسب أخلي شوية الفيديو يكون موضوعي، لأنه والله أنا وصلت لهني. ايش قلة الادب ها؟ لما يطلع شخص ينكر السحر الذي هو من مخططات شياطين الانس والجن، فياتي انسان يدافع انه غير موجود واثره. اسالك بالله كجني عاقل الله عز وجل يحاسب يوم القيامه ما خلقت الجن والانس ليعبدون، ما هو تصرف ذلك الجن العاقل امام هذا الموقف؟ عمر ولا كذب عمر احتمال ان صار الشياطين وتصير ضد المسلمين. الامر الاخر نقطه خطيره جدا، فهمتني؟ الخطيره جدا انه اصلا خطا المقطع هذا. طيب ليس هكذا يتم السحر. خلنا نسمع منه يا شيخ. طيب عمر، انت سويت تجربه واعتمدت فيها على كتاب شمس المعارف. نعم. ليش اعتمدت على كتاب شمس المعارف لاثبات تجربتك؟ للاسف صعب تسوي تجربه على هراء، لكن أرقى على هراء على سواليف السحر. عرفت؟ لا بس أنت جبت الكتاب ليش؟ أنا أقول لك صعب أنك تسوي تجربة على هراء، لكن أرقى شيء في هذا الهراء أو اللي يقولون أنه أخطر شيء في هذا الهراء كتاب شمس المعارف اللي زي ما أنا وضيفك الفضيل قلنا أنه قرينا من أوله ومتفقين أنه كلام فاضي، لكن أنا أقول أنه كلام فاضي وما لها أي تأثير، وهو يقول كلام فاضي. طيب. وله تأثير سيء. خلنا أسألك يا عمر، في تجربتك نعم البعض يقول أنه الجن لا يتقدم لعالمك حتى تقوم بسب الذات الإلهية
التقرب بالشرك والكفريات، هل أنت مستعد لفعل كل هذا مقابل الإثبات العلمي بوجود السحر؟ عشان ندنس القرآن أخي صاحي. أنا أسألك سؤال، إذا أنت تقول أن أنت ما طبقت التجربة على قولتك بشكل صحيح، فبالتالي كيف تتريع نتيجة صحيحة؟ شغل مخك يا حبيبي. يعني أنت ياس تعترف لا أنا ما سويت كل الأشياء المفروض أسويها، لكن بعد ما طلع لي السحر لا إله إلا الله. لا 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 ما توصل ما توصل. أشوف التجربة ممكن وجميلة وكويس أن نسويها، أما تروح تكفر من دينك عشان بس تثبت موضوع كذا ولا لا؟ لا يا أخي هذا أول شيء. طيب وين هم هذول اللي كفر؟ مغالطة منطقية من أبسط ما يكون. إن إثبات للسحر، إن ما فيه إثبات للسحر. إثبات للسحر عندك القرآن الكريم، ما تصدق بالقرآن هذا كلام ثاني. كمل. سلامات الأخ عمر، ما طبق المطلوب من الخطوات التي لابد أن ينفذها، اللي هي الكفر بالله عز وجل، عبادة الشياطين، وقال قبل شوية تنجيس المصحف، يعني ارتباط شرطي لابد. لماذا قال العلماء الساحر كافر؟ ولماذا حكم العلماء بكفر الساحر؟ فهمتني؟ لماذا؟ وما كفر سليمان الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا، لا يعلمون الناس عليهم. تقول شياطين يا أخي؟ نعم لا تشر عليهم أن تقول شياطين. منو أشر على مين؟ ماشي اسمعني يا سيدي. لحظة أشرت على مين؟ لا الله يخليك اسمعني. أشرت على مين؟ كفر سليمان. طيب ماشي. جزئية من المقطع قلت ربما لم أقم بقراءة الشمس المعارف بطريقة كويسة. هذا ليش تطرح؟ لماذا تطرح تجربة خاطئة؟ طيب وتعممها على الناس؟ روق يا سيدي روق. وتبني على أحكام وتبني على أمور. ما كلها كلام فاضي يا أخي من أولها لآخرها، ويسوون لك كتب ويسوون لك مكتبات ومناظرات ومدري إيش وكذا على السالفة مرة ما تسوى. وش المفروض أنه يكون دليل وش المفروض أنه ما يكون دليل؟ عرفت كيف؟ الدليل اللي الجميع يتفقون عليه، عرفت كيف؟ اللي ممكن أن نثبته، ممكن أن نشوفه، ممكن أن نحس بأثره، ذيك الساعة يعتبر دليل. طيب بكل بساطة أنا كإنسان مسلم بسيط متواضع وعاصي أتمنى الله الله يتوب علي، بكل بساطة إذا عندي أكبر دليل على أي شيء في هذا الكون هو القرآن الكريم، ما تعتبره دليل أنت بعد؟ الجنة، النار، سؤال الملكين في القبر، الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات، الملائكة بشكل عام، الله سبحانه، يوم القيامة، الحساب، البعث، هذه كلها أشياء ما تقدر تطلع عليها دليل تقدر تختبرها على قولتك. فهل بالتالي أنت ما تؤمن فيها أو هل هي على قولتك مش موجودة أصلا دام حضرت جنابك ما تقدر تختبرها؟ يا عزيزي قل أنا لست منكم وأنا أحترمك، لكن لا تقول أن أنت منا وهذا كلامك، هذا مش كلام مسلم. لابد أن نثبتها علميا عشان نؤمن فيها ونصدقها. زي إيش؟ كل شيء، كل شيء لا مري. نعطي مثال واحد. كل شيء لا مري، السحر، العين، هل برضو أيضا إثبات وجود الله؟ يعني أنا لازم أروح، يعني في نقاط كثيرة. يعني إذا كنت تؤمن في شيء، إذا كنت تؤمن في شيء من دون دليل هذا يدعى بالإيمان. طيب إذا كنت تبغى تثبت شيء هذا معناته أن معك دليل بس. وفي نقطة نسيتها، أنت قلت للإيمان أن الشخص يؤمن بشيء ما عنده دليل عليه هو الإيمان، صحيح، هذا كلام صحيح، لكن والإسلام ما ركزت عليه ليش؟ ما قلت أن الإسلام دين بقواعد بشريعة لا يمكن مخالفتها وهي شريعة نزلت من الله سبحانه وتعالى، هل تباني يبلك دليل أن هي شريعة نزلت من الله سبحانه وتعالى؟ ما عندي دليل ملموس عقول تكتبه، فهل بالتالي هي مش موجود؟ يقولون أن فيه سحرة، وينهم هذول يا أخي؟ سأل هيئة، وينهم؟ تواصل مع الهيئة، أعطيك رقمهم، أعطيك رقم الآن الشيخ العزيز موسى ولجنة مكافحة السحرة، وكل فترة قابضهم على مجموعة بل حتى طبق حق الإعدام. يا سيدي أنا ما قاعد أقول لك الله صراحة ما أنا مصدق أنه في عام 2021 هو شذا اللي قامتها الدولة حفظها الله، لجنة شعبة مكافحة السحر والسحرة في الرياض وفي جميع المناطق، وعليه كتبوا على اوراق طلاسم. انا سويتها ما فيها شيء. لا لا ما كتبت الطلاسم بالطريقه المطلوبه. الله اكبر. ايوه الله اكبر. هذا هو ما صح من سنه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قبل ذلك كلام رب العالمين لا يتعارض مع حقيقه علميه ثابته. خذ قاعده عندك متأكد؟ لو تقعد طول عمرك متأكد؟ اعطيك خلنا نكمل كنت. طب خلنا اسالك دقيقه يا خلنا نكمل بعطيك مساحه. مشكله في امرين، إن حصل نوع من التعارض في مشكلة في أمرين، إما في عدم فهم النص القرآني أو النبوي الثابت، أو أن التجربة هذه فيها مشكلة. طيب هذا
تطلع تقول له حقيقة علمية حقيقة علمية بعد 10 20 سنة والله يطلع يقول لك والله كانت حقيقة علمية. وداروين وما في داروين وانت الان من تلاميذ داروين على قولتهم طلع من ينكر هذا طلع من ينكر نظرية داروين معذرة ما ادري انا لا معذرة يا اخي انا احترمك واقدرك يا اخي والله العظيم انا اسف انه يصل درجة انك تستأذيه بس يا سيدي الله يرحم والديك والله العظيم بقدر اللي مكانهم قد مشوا يا اخي اسمعني عدوا على التطور اسمعني ما عاد واحنا هنا باقي لا انا ما اسمح الا ان دار كذاب وغلطان وكذا ما اسمح لك احنا لا تشعب لا ما اسمح لك بالموضوع تعرف دقيقه يا عم هذا اسلوب استهزاء وسخريه الرجل ما قال شيء وانت تتكلم معذره اعتذر الرجل ما قاطعك بخليه يكمل لو سمح والله ما ادري خليه يكمل لو سمح السخريه والاستهزاء بالمره تفضل تفضل يا شيخ تفضل التطور كما يعلم الكثير من الناس معروف انه شبه حقيقة علمية في الوقت الحالي هم يدعى بنظرية التطور لكن لا نعرف أكثر, هذا نعرف أكثر عمر عن التطور عمر على أن نعرف عن نظرية الجاذبية عمر لكن ما أبغى ناقشك أنا اليوم نظرية التطور ولا أبغى أدخل بالجانب هذا يا أنا أحزن على شاب ذكي نفس هذا أنه يكون ماشي في هذا الطريق الغلط والفكر الغلط والمنطق الغلط يعني كنت أتمنى بشكل جدا كبير أن يكون مستخدم ذكاءه في شيء ينفعه ولينفع بلده ولينفع أهله ولينفع إن كان ولينفع اسمه فقط للمستقبل حر هو حر بشكل كامل في اختياره واعتقاده ولكن أبدا مش حر في تسميم أفكار وعقول الآخرين فما لي دخل لا بقول لك فكر بعد مرة ولا عيد ولا أقول أي شيء ما بقول لك هذا الكلام كله ما لي دخل فيه لكن اللي بقول لك إياه إن كان عندك اعتقاد شخصي أنت حر فيه أتمنى منك أن تبقى هالأفكار والاعتقاد اعتقادات نفسك أنكر القرآن أنكر ما أمر الله به أنكر ما ذكر في القرآن إذا أنت عندك شيء ديني لازم تبني عليه إثبات علمي فبالتالي هذا ما صار دين الدين أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع عليه سبيله هذا هو الدين في عندك يوم حساب ويوم بعث في عندك عذاب في القبر في عندك ملائكة يسجلون سيئاتك حسناتك تتكلمني على الجن أنا بكلمك عن الملائكة هل أنت أيضا ما تؤمن فيهم حالهم حال الجن بالنسبة لك أنت دام أنه ما عندك دليل واقع عليهم فيا أستاذ عمر عزيزي عمر أخي عمر أنا آسف إذا غلط عليك أنا ما راح أمسح السبات لأن والله ما طلعت إلا من قهري أتمنى منك تفكر بعد مرة وإذا بعد مرة فكرت وشفت نفسك بعدك صح خلها صح لنفسك صدقني بياكم أخوكم تيجي الفار سورم